قامت الأدوار مجددا. نور يحاول المرور، يا نور البرازيلي، هذه شو اللي صار؟ يا الله أنا مبسوط. بالتالي ولا كانت صعبة على المهاجم فيفا، ولكن لم يتمكن من الوصول لها. ولكن انظر نور من ثلاث لاعبين، يا نور مر ولكن المباراة الأولى. الله يا نور، الله على لمساتك نور، القوة العاشرة يتقدم في لعب الكرة. يا رب يا الله حبيبة، لا تزعلونا يا اتحادين، لا تزعلونا. هذا محمد، هذا ابو نوران، وانتو مع نايف الزازي، والانطلاقه والثقه والهدوء والخبره. نور ما يلف لراشد الرهيب، كره ملعوبه الى الامام، نور بالكعب تصرف، مرر بشكل ممتاز، وصلت للراشد، راشد لجورج، كلها اسماء اتحاديه. السلام حطوها في الميني ماتش، هذه اللقطة لازم تخلد في لاين سبورت، خلوها. شو ضربة ركنية، محمد نور يقترب من احمد حديد، الى نور يمررها، يصل الى الكابتن، الى القائد. شوف التحضين، شوف القوة، شوف الان الثبات في ارضية الملعب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على اثنين. شوف صراع السومو، صراع السومو. الله الرهيب، لكن ايضا الكرة ترجع تتقيها. السلام يا طارق، مكتم لك، مكتم. اوه وجها لوجه. اوه يا طارق، الفترة الماضية شايفين، شوف نور، يا رايق، ياه يا رايق يا هادي. لكن شوف ردة الفعل، ردة الفعل من طارق التايب. كرة للزاية، لعبها لمحمد نور، ينتظر الحكم ليمنحه خطأ محمد نور، وهنا خطأ على عبد اللطيف الغنام وبطاقة صفراء. باولو جورج يناقش الحكم، الاثنين يتكلموا اسباني برتغالي، لكن حكم يقول له مالكش دعوه، تحدثنا عن الحكم وعن تاريخي. وحكم كان شهيرا بالصرامه والشده على الفيسبوك في ثلاث مواقع في اسبانيا. اليمنى كره في غايه الخطوره للهلال، اللعبه الى الامام ولكنها سهله الى حارس. المرمى مبروك زايد، حلوه اللقطه، حلوه اللقطه من نور، لكن ما مشى الحال. ممكن لو كانت الكره اسرع ممكن يعني، لكن جميله تبدو اللقطه جميله من اللاعب المميز، اكيد احسن لاعب خط وسط في الموسم الحالي محمد نور.